كده اعتقد ان الامر ده واضح بالتفصيل بالتفصيل. يعني لما حضرتك حد يكلمك هات له الدكتور احمد وهو بيتكلم عن هذا الموضوع وقول له الفيديو اهو، اسمع الفيديو. او جمهور النادي الاهلي اعتقد ان هو خلاص عرف التفصيل اللي احنا او التفاصيل اللي احنا بنتكلم عنها بشكل كبير. يعني طيب، 6 مباريات منذ ان بدا او منذ ان اصبح ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. طبعا الارقام بتقول ايه في خلال 6 مباريات؟ انت عشان نقيم مدير فني مثلا في 6 مباريات هنقيمه الاول بالنتائج. الارقام طبعا بتبين اذا كان المدرب ده هجومي ولا لا، نقيمه برضو بقراءه الملعب، رايته للملعب عامله ازاي، التغييرات بتاعته عامله ازاي. نبص الاول على الارقام. اول حاجه الارقام هنلاقي ان ما شاء الله الراجل لعب او ضرب النادي الاهلي في 6 مباريات، فاز في 6، اتعادل في 0، خسر في 0، احرز كام هدف؟ 19 هدف في 6 مباريات، رقم كبير. دليل ان الراجل ده فكره هجومي، دخل شباك النادي الاهلي 3 اهداف، الشباك النظيفه 4 مباريات من 6، ده دليل برضو ان الراجل عنده قدرات دفاعيه كويسه، فدي حاجه مهمه جدا. دي رقم واحد بالنسبه للارقام. الحاجه الثانيه رايه الملعب والتغييرات عشان نقيم المدرب. نبص على توقيت احراز الاهداف، الرسم البياني هنلاقي ان النادي الاهلي جايب 19 هدف مع فايلر. ال 19 هدف منهم كام في الشوط الثاني؟ 12 هدف. الصوره اللي بعدها هنلاقي ان هو 12 هدف من 19 في الشوط الثاني اهو قدامنا على الشاشه. هنلاقي ان من الدقيقه 60، من الدقيقه 45 ل 60 5 اهداف، من الدقيقه 60 ل 75 3 اهداف، من الدقيقه 75 ل 90 4، لو جمعناهم يعملوا 12 هدف بنسبه 63%. اذا ده بياكد حاجتين، بياكد ان الراجل فايلر او المدرب فايلر بيعرف يغير ويقرا الملعب بصوره ممتازه جدا وتغييراته ممتازه جدا. الحاجه الثانيه الجانب البدني، ان الراجل ده عنده شغل بدني محترم، والجهاز الفني عندنا مدرب الاحمال البدنيه عامل شغل محترم في ال6 مباريات اللي مع ريني فايلر، بدليل ان انت الشوط الثاني دايما بتتفوق على المنافسين بتوعك. الحاجه الثالثه برضه عشان تحكم على المدرب، وهو تطوير مستويات اللعيبه. حاجه مهمه جدا، مدرب زي ريني فايلر لا طور من مستويات لعيبه، وابرز اللعيبه ديت رمضان صبحي. طبعا دي ارقام اللعيبه، برضه الصوره اللي قدامنا دي مهمه جدا، يعني دي بقى ايه بتوضح مين اللعيبه اللي مبدعه مع ريني فايلر. هنبص نلاقي ان هداف الفرقه في خلال ال6 مباريات دول جونيور اجاييه جايب 5 اهداف. الاكثر اسيست وهو دايما اللي مش عليه سبوت كتير محمد مجدي قفشه. هنبص نلاقي ان هو الاكثر اسيست والاكثر صناعه للفرص. مكسب كبير جدا في ال6 مباريات للنادي الاهلي محمد مجدي قفشه. اكتر لاعب صانع اهداف 6 مباريات ومتسبب في ركله جزاء، في بعض المواقع تحسب 6 اسيست، يعني مثلا مسابقه الفانتازي تلاقي ان هم بيحسبوا ضربه الجزاء اسيست، لا احنا هنا الاكثر صناعه للاهداف 5 اسيست وتسبب في ركله جزاء. الاكثر صناعه فرص لزملائه 12 فرصه. يعني الاكثر كمان صانع فرص لزملائه، يعني ده مفتاح بناء هجمات النادي الاهلي هو، او مفتاح خطوره النادي الاهلي هو محمد مجدي قفشه. الاكثر مراوغات ناجحه اللي بيفوت اكتر في 1 على 1 في النادي الاهلي رمضان الاحرف 18 مراوغه ناجحه. ايوه. الاكثر محاولات على المرمى اللي بيروح على الجون كتير جونيور اجاييه عامل 13 محاوله. الاكثر محاولات صحيحه على المرمى 2 متساويين مع بعض، حسين الشحات واجاييه 7 محاولات صحيحه على المرمى. ديت الابرز على المستوى الهجومي تحديدا في النادي الاهلي تحت قياده ريني فايلر، سواء على مستوى الاسيست، سواء على مستوى التسجيل، او على مستوى صناعه الفرص، او على مستوى المراوغات الناجحه، او المحاولات على المرمى. دي اللي قدامنا. بالنسبه لتطوير مستويات اللاعبين، النقطه الثالثه المهمه رمضان صبحي. رمضان صبحي فرق كبير جدا في السنه اللي فاتت منذ انتقاله للنادي الاهلي في شهر يناير والسنه دي. يحسب لريني فايلر تطويره خاصه في عمليه دخول رمضان صبحي للعمق للمرمى اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هي دايما بيروح على الجون ودايما بيسدد. هنبص على مقارنه كده سريعه في الارقام، هنلاقي ان رمضان لعب السنه اللي فاتت مع لاسارتي 18. يعني دي مقارنه ما بين رمضان صبحي الموسم منذ السابق منذ يناير السابق انتقاله وحتى نهايه الموسم بدايه تواجده مع ريني فايلر. يعني مقارنه ما بين وجوده في السنه اللي فاتت من يناير لنهايه الموسم والسنه دي مع ريني فايلر اللي هو الموسم الماضي والموسم الحالي. هنلاقي ان هو لعب السنه اللي فاتت 18 مباراه مسجل هدفين في 18 مشاركه، السنه دي لعب 3 مشاركات في الدوري مسجل 3 اهداف. يعني السنة اللي فاتت 18 مسجل هدفين بس، السنة دي 3 جايب 3 أهداف. بالنسبة للأسيست السنة اللي فاتت 3 و1 طبعا مقارنة بعدد المباريات الأكتر، ولكن هنبص بقى على باقي الأرقام كلها هنلاقي إن الضعف. الضعف أرقام رمضان زادت للضعف. معدل صناعته للفرص السنة اللي فاتت كان 1، السنة دي بقى 2. معدل محاولاته على المرمى في المباراة الواحدة 1.2 من 10، السنة دي بقى 3.3، يعني بيروح على الجون 3 مرات كل ماتش مع ريني فايلر.
معدل محاولاته الصحيحه كان السنه اللي فاتت 4 من 10، السنه دي 2 لـ2 اون تارجت في المباراه الواحده. معدل مراوغاته الناجحه السنه اللي فاتت كان 3.7 في الماتش الواحد، السنه دي 4.3، حتى معدل المراوغات زاد. معدل حصوله على اخطاء كان 1.7 السنه اللي فاتت، السنه دي 3. اذا رمضان تطور بالضعف، الارقام رمضان بتزيد بالضعف من السنه اللي فاتت مع لاسارتي والسنه دي مع فايلر. اذا بصمه واضحه في تطوير اللاعبين لريني فايلر. خلينا نروح لارقام مجدي قفشه. يعني مجدي قفشه ما اعرفش ليه انت بتقول ان هو مش تحت السبوت، بس دائما ما ينال اشاده الجميع في ملعب الاهلي خلال الفتره الاخيره طبعاً في معظم المباريات. يعني لا انا بتكلم على البرامج الثانيه مش تحديدا قناه الاهلي. احنا هنا بنشيد لكن احنا بنتكلم عن هنا عن قفشه على طول، واخد رجل المباراه اكتر من مره، لكن مش عليه السبوت في البرامج الثانيه في القناه الثانيه. لا بدليل ان كابتن حسام البدري المدير الفني طبعا ضمه للمنتخب، ضمه على طول يعني، ومكسب كبير جدا هيبقى بيعتمد عليه هو وعبد الله السعيد يعني في مركز صناعه اللعب. يمكن هو اكثر اسيست في النادي الاهلي، يمكن هو صنع 5 اهداف واحرز هدف ومتسبب في ركله جزاء. يعني لو جمعنا الارقام دي على بعض 5 و1 و1 هيعملوا 7. يعني قفشه مساهم في 7 اهداف في 6 مشاركات مع النادي الاهلي. الاكثر كمان نيجي للاكثر صناعه للفرص، 12 فرصه، محاولات على المرمى 12، نسبه دقه محاولاته 25%، يعني ربع محاولاته صح. ده برضه مكسب كبير جدا مع ريني فايلر محمد مجدي قفشه. تمام، ولكن انا يهمني مثلا مجدي قفشه الحقيقه منذ مجيئه الى النادي الاهلي والحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد، ولكن يهمني برضه في واحد زي جونيور اجاييه، جونيور اجاييه ومدى التطور في مستواه ما بين فتره وجوده في الجهاز الفني السابق وحاليا. جونيور اجاييه هو الحاجه الحلوه اللي هي بتعمل الاداء الحلو، المهاجم الوهمي للنادي الاهلي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي بينفذ فكر فايلر. فايلر فكره واضح جدا في المهاجم الوهمي اللي بيسقط للخلف دايما جونيور اجاييه، ويسيب مساحات فارغه في ظهر المدافعين او فاضيه في ظهر المدافعين لرمضان صبحي، لحسين الشحات، لعمرو السوليه، لحمدي فتحي، بيسحب معاه المدافعين وشفناها في اكتر من مباراه. جونيور اجاييه اتطور بشكل كبير جدا على مستوى الارقام برضو. يمكن السنه اللي فاتت مع لسارتي لعب 15 مشاركه في الدوري مسجل 4 اهداف، السنه دي في 3 مشاركات. تاني واحده واحده بس، 15 مشاركه مع لسارتي، مع لسارتي في الدوري 15 مسجل 4 اهداف دوري بس. السنه دي مسجل في 3 مشاركات في الدوري مسجل 2. فبص حضرتك الرقم من 3 مشاركات 2، الناحيه الثانيه من 15 مسجل 4. فالرقم واضح ان ما شاء الله اجاييه بيتطور بشكل ملحوظ. حتى بقى نبص على المحاولات على المرمى في كل مباراه. في المباراه الواحده هنلاقي ان السنه دي 2.3 من 10، السنه اللي فاتت 1.4. المحاولات الصحيحه السنه دي 1.3 مع فايلر، مع لاسارتي 6 من 10. دقه المحاولات كمان زادت 75%، دقه المحاولات السنه اللي فاتت كانت 42.5%. تفتكر احرازه هدف في مرمى السوبر فرق معاه نفسيا حتى؟ هدفين في مباراه السوبر الاول الان، يعني انا بتكلم على الهدف الاول تحديدا. طبعا فرق معاه ان انت كمان احنا كلنا كنا مخضوضين بصراحه ان فايلر بدا بجونيور اجاييه، وكانش في حساباتنا، اتفاجئنا في التشكيل ان جونيور اجاييه هو اللي بادئ. لا، جونيور اجاييه لما نزل ولقينا ان الراجل كان ساعتها في مباراه الزمالك بيلعب 4-3-3 وبيطبق فكره المهاجم الوهمي وبيعمل ضغط عالي قدام وبيلعب بدفاع متقدم، وجونيور اجاييه هو اللي يعني سر الخلطه. يعني جونيور اجاييه سر الخلطه مع النادي الاهلي في طريقه ريني فايلر بصراحه. جونيور اجاييه حاجه ممتعه جدا وبيقدم اداء، ربنا بس يحفظه لنهايه الموسم عشان واحد من اهم اللعيبه بصراحه مع النادي الاهلي. تفتكر ان من الممكن خلال الفتره القادمه، اولا هل التوقف ده سيؤثر من وجهه نظرك سلبيا ولا ايجابيا او من الارقام؟ التوقف ده كده ولا كده اصلا كان هيحصل، يعني هي كانت هتبقى مباراه واحده، فكده ولا كده كان هيحصل، يعني كنا هنلعب الجونه بس، فكده ولا كده كان هيحصل. انا شايف ان الفتره دي احنا محتاجين فتره زي دي لريني فايلر. ريني فايلر ما خدش فتره اعداد. فاحنا محتاجين فتره اعداد، خاصه ان احنا داخلين على فترة صعبة جدا في الموسم، وهي بداية دور المجموعات. هتلاعب بقى داخل على النجم الساحلي، وداخل على الفرق التقيلة بقى، وبعد كده هتخش في دور المجموعات. فانت محتاج الراجل بصمته واضحة، ولكن لسه برضو محتاج بقى ان هو يحفظ اللعيبه جمل. عايزين نشوف بقى، طبعا هو في ضربات ثابته، يعني برضو من ضمن المميزات للراجل ان في ضربات ثابته بنجيبها، ضربات ركنيه. محتاج بقى ان انت تحفظ اللعيبه اكتر، تحط بصمه، فتره اعداد، الراجل الجانب البدني يشتغل معانا، المدرب البدني اكتر. دي بتفرق لما يبقى انت عامل فتره اعداد مع الفرقه شهر، هتفرق معاه كتير. يعني انت داخل على فتره صعبه، محتاج فتره اعداد مهمه جدا، دي حاجه مهمه جدا. على الرغم من عدم وجود ان معظم الناس اللي هتبقى موجوده، معظم الناس يعني انا لسه كنت حتى انا عايز اقول لحضرتك برضو على على رقم، يمكن احنا النادي الاهلي في 19 لاعب من النادي الاهلي في الفتره الحاليه
في منتخبات مصر الوطنية 19 لاعب 19 10 في المنتخب الأول، مين هم؟ محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد، وده بصراحة انضمام ومكسب كبير جدا. يعني الناس بقى اللي هتقعد تتكلم على كابتن حسام البدري ان هو مثلا بيضم محمود وحيد او كهربا او مش عارف، لا، كابتن حسام البدري عنده بعض اللعيبه، كابتن حسام البدري مش اجنبي، فعارف اللعيبه المصريه، وبعدين كان بيدربهم في المنتخب الاولمبي. فهو عنده كان دايما معاه مين في المنتخب الاولمبي؟ محمود وحيد وكهربا كانوا معاه في المنتخب، فهو واخدهم، لان في بعض اللعيبه الثانيه زي رمضان صبحي وزي صلاح محسن وزي مصطفى محمد، دول مع المنتخب الاولمبي، فهو واخدهم، هو عارفهم، هيبدا بقى ايه يحفظهم معاه شغله، عشان كده ضم للقائمه العدد الكبير ده، وبعد كده هيقلل العدد، فهو عايز يحفظ اللعيبه ديت واثق فيهم. يعني مثلا واحد زي رامي ربيعه عنده واثق فيه، واثق في امكانياته وفي قدراته، فضمه للمنتخب. ايمن اشرف، عمرو السوليه، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، 10 في المنتخب الاول. نيجي للمنتخب الاولمبي في 5 طبعا، منهم محمد محمود اتصاب، مصطفى شبير، وعمار حمدي، وصلاح محسن، ورمضان صبحي، ومحمد محمود. 4 في منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، العربي بدر، وحمزة علاء، ومحمود صابر، ومحمد أشرف. فأنت عندك 19 في منتخبات مصر الوطنية. ده غير إيه؟ غير أليو ديانج مع منتخب مالي، وعلي معلول مع منتخب تونس، وجرالدو مع منتخب أنجولا. 3 على 19 يعملوا 22. وبالتالي يعني يحسب لإدارة النادي الأهلي في التدعيم في الصفقات من البداية، ويحسب للمدير الفني الموجود إن العدد ده عمرنا ما وصلنا إنه يبقى ده 20 لاعب. كابتن شوبير امبارح قال لي كلمة مهمة جدا، وهي برضو وجهة نظر. متى تألق منتخبنا الوطني؟ لما الأهلي بيبقى 2006 فايق. 2008 2010، وهي أفضل فترة على الأقل، يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا الفترة اللي جاية كمان تبقى زيها. في 2006 2008 2010 وكابتن حسن شحاتة المدير الفني العظيم لمنتخبنا الوطني اعترف بهذا الموضوع، وقال إن الفترة دي النادي الأهلي كان واقف على رجله بشكل كبير جدا، وبالتالي قدرنا ناخد مجموعة كبيرة جدا بيضم 10 و11 لعيبة، وبالتالي قدر ياخد 6 8 10. فهو من الممكن ان الفتره دي الحمد لله ابتدت تعود مره اخرى. طبعا يعني طول ما النادي الاهلي بيبقى كويس وفايق، ده كان فتره الجيل الذهبي، طول ما النادي الاهلي بيبقى فايق هتلاقي منتخب مصر فايق، لان يعني خاصه كمان لما يبقى في مدير فني بحجم فايلر في النادي الاهلي هتلاقي التكتيك اللي بيقدمها والجمل وطريقه الضغط. النهارده هو مطلع حمدي فتحي، مطلع عمرو السوليه، مطلع محمد مجدي قفشه، كابتن حسام البدري، مطلع لعيبه كويسه جدا، محمود وحيد. مصر اصلا عندها عجز في الباك الشمال في الفترة الأخيرة. محمود وحيد ده عظيم جدا، ولكن في عظيم تاني علي معلول. طبعا ما هو هو محمود وحيد حظه ان هو علي معلول في مركزه. يعني بس محمود أي وحيد اي حد غير علي معلول. بس وجود يعني محمود وحيد في المنتخب على فكرة من الناس الباكات الليفت اللي في مصر المميزة جدا، ليهم دور وهو عارف شغل كابتن حسام البدري. يعني كابتن حسام البدري لما بيضمه هو كان بيضمه في المنتخب الأولمبي فحافظ شغله. عشان كده بيضمه. برضو من ضمن مميزات فايلر طريقة تعامله مع الإعلام، مش المدرب، لا، طريقة تعامله جيدة جدا مع الصحافة. طريقة تعامله جيدة جدا عكس مدربين تانية مثلا، او عكس المدرب لو قارنته بأي مدرب قبل كده او المدرب، لا، طريقة تعامله ذكية جدا. المباريات الكبيرة عشان تحكم برضه على مدرب تشوفه في المباريات الكبيرة، كسب مثلا نادي الزمالك في السوبر، لسه بقى اللي جاي النجم الساحلي، لسه المباريات اللي جاية في دوري ابطال دي اللي احنا مستنينه في المباريات. ولكن حضرتك بتتكلم على الست مباريات الأخيرة. انا بتكلم كتقييم كامل في الست مباريات دي. احنا شفناها في المباراة دي، شفناها برضه بيلعب كابتن حسام حسن مع سموحة، شفناه بيلعب كابتن مختار في الانتاج الحربي، لا، كان مباريات برضه مدربين تقال، فانت قدر ان هو يتفوق عليهم وباكتساح، مش تفوق عادي كمان. يمكن كمان برضه شفنا اهداف من جمل فنيه، اهداف من جمل تكتيكيه، شفنا ضربات ثابته، ضربات ركنيه، كل ده شغل مدرب. فده البشره جيده. طبعا البشره جيده، وعايز الناس تطمن الفتره دي، لا، الفتره دي مش حظ النادي الاهلي، لا، يبقى سيء بقى ان في فتره كده ولا كده، فتره التوقف دي كانت هتبقى موجوده. المدير الفني يعني كلها كان ماتش واحد اللي هيتلعب ولا ماتشين؟ لا، هي فترة التوقف دي ان المدير الفني يحط فيها فايلر، ما خدش فترة اعداد. قدامك فترة اعداد، حتى لو اللعيبة مع المنتخب جزء كبير مع المنتخب هيرجعوا تاني، هيخشوا فترة اعداد، يبدأ يحفظ جمل، يكتشف شباب، عايز بقى يشوف بعض الشباب من اللي ينزل قطاع الناشئين، يشوف يبدأ يذاكر النجم الساحلي من دلوقتي، ويذاكر الفرق اللي معانا في المجموعة، عكس ما يبقى الوقت ضيق. فدي حاجة مهمة جدا. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دكتور احمد، استمتعنا بك النهارده. انا اسعد يعني. ودايما متالق كده، وانتظرك باذن الله مع كابتن سيد يوم الثلاث. يوم الثلاث بقى ايه؟ عشان بس ممكن يعني كابتن شوبير قعد معانا الثلاثة الا تلت، ما اعرفش سيد ممكن نقعد لكده الفجر، هتصلوا الفجر هنصلي الفجر هنا. حاضر. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.